خويا 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 تلقى الواي فاي تجنيد ولا لا كاين البنات الا كانوا البنات غنمشي تجنيد الواي فاي مطلوق الا كان الواي انا غادي نمشي ما كانش الواي فاي راه ما غاديش السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في القناه ديالنا الا آه كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو مرحبا بكم اول حاجه ضغط على سبسكرايب طبيعه الحال باش وسطك الجديد غادي نهضروا هذا النهار على التجنيد التجنيد صراحه هذه الموضوع الساخن حاليا دابا حاليا وليت كنشوف ان انا التجنيد بدا كتوصلهم ان رسائل كل واحد كتوصلوا رساله بان الجنيد راه مطالب كنا بطبيعه الحال كنبغيو الوطن ديالنا وكنا اننا ندافعوا عليه بطبيعه الحال بالدم ديالنا وندافعوا عليه ولكن ما كل الا كان كل شيء سواسيه ما يمكنش نمشي انا للتجنيد وولد فلان ولد علان ولد علان راهم على برا يعني هذه القضيه القاصعه والحاجه الخايبه كاع كاع هو ان عباس جاء تجنيد وحمد راه كيفرقع القرطاس فوق السطح فهم يفهم يعني هكا المشكل ديال التجنيد ماشي اننا ضد التجنيد ولا شي حاجه واخا دخلنا دخل هكا التجنيد بطبيعه الحال كنا اننا مستعدين اننا نمشيو للتجنيد وندافعوا على الوطن ديالنا كما دافعوا عليه جدودنا غير جدودنا كاين اللي تعطل وكاين اللي مازال كيشد 20000 ريال راه طول عمره شحال هو خدام راه ولي كاين مازال دوز 20 عام 30 عام 40 عام في قلب الصحراء وكيشد 18000 ريال في التقاعد ديالو وهذوك اللي كانوا كيقولوا لنا التقاعد اللي كانوا كيقولوا لك خصهم يدافعوا على الوطن راهم هما حاليا اللي شادين المناصب العليا وشادين المقاعد اللي هما كبار كبار علاش لانه هما شنو كانوا كيديروا النهار ملي كانوا كيصيفطوا هذاك فلان كيقول له سير الجنيد اللي هو جدك وجدي وداك الناس اللي ما كانوا فاهمين حتى شي حاجه كان هو ولده راه كيصيفطوا مباشره على الخارج على برا انه باش يقرا ويتعلم ويستافد باش ما يمشيش للجنيد باش يشد المناصب اللي صعيبه المهم الجيل ديال دابا انه تيختلف كاين اللي انه كيقول موافق وكاين اللي معارض بطبيعه حنا كاملين مغاربه حتى الناموس كما كنقولوا وانا ما كنحبوا هذا الوطن ديالنا غير هو الوطن خصو يكون متساوي يعني كل شيء يكون سواسيه ماشي عباس وحمد يمشيوا للتجنيد وكريم وسوسو يمشيوا يكملوا القرايه ديالهم على برا يعني هنا فين كاين شويه ديال الدغل يعني خص الواحد يكون داك الشيء لي مو تكنيك يعني خصنا نعادلوا المساله هكا الا كان الجنيد كيجي كي لكل شيء بطبيعة الحال وغير الجنيد كما قالوا يكون فيه غير الويفي صراحة باش يتكونيكتا وراه الله يرحم الوالدين لما ديروا لهم الويفي لأن الويفي راه غادي يساعد باش تكون شوية ديال داك الشيء السوشيال ميديا كيدير ك... كي التداريب وكينقل لنا الصور ديالها الأغلبية مثلا بين واحد المسألة اللي هي مهمة أنا الشا هو أن المقدم كيجي كي كيدق دق 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 السلام عليكم كاين فلان وراه كاين راه طالبينو للجنيد خصو يعمر هذه الاستمارة وإلا ما عمرهاش ما جاش تما وراه فيها الحبس أو أو وا 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 خدمة الوطن وفيها الحبس ويا ريت أن هاد الناس هادو اللي غادي يدوزوا هاد التجنيد الإجباري عام ولا عامين ولا ثلاث سنين غادي يلقاو شي حاجة مور داك التجنيد الإجباري واش كاين شي خدمة كاين شي فرص عمل أو غادي يخرجوا بحال ذاك الناس اللي هما الناس المتعاقدين الناس اللي هما أنهم تيقراو وما عارفينش كيقريو وما عارفينش المستقبل ديالهم فين غادي يكون وهذا هو المشكل أنا 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 ما, هنا ما كتدخلليش هنايا وخا غادي نقز من التجنيد نهضر على المتعاقدين كيفاش ان ناس انهم عندهم عامين ديال التعاقد غادي يخرجوا على برا يمكن لهم ما يلقاوش الخدمه وناس اللي كيضربوا قال لك لهم خدام الدوله ربع سنين ثلاث سنين وعندهم تا عندهم تقاعد الى مدى الابد هاد الناس ديال الجنيد باش ننتقلوا للموضوع ديالنا ونبقاو في الموضوع ديالنا الناس ديال الجنيد اللي باغيين نجندهم واش غادي نوفروا لهم شي ظروف مثلا شي ظروف اللي هي تكون مناسبه بعد التجنيد مي غادي يساليو داك العامين واش كاين شي حاجه اللي غادي يستافدوا منها ولا لا او غادي يسالي داك التجنيد وغادي يخرج على برا ويجلس تما في واحد ويشد لك القهوه ويبقى رجل على رجل وبالتالي ما مستافد حتى شي حاجه ما كاين حتى شي مشكل سيدي نرجع ثاني النقطه نقطة الثانيه في هذه المساله ديال التجنيد واش كلشي غيمشي للتجنيد ولا غير فلان ولا انا ديما راه نرجع لهذه النقطه هذه الا كنا غنمشيو للتجنيد نمشيو كنا وإلا ما كانوش غادي يمشي فلان وعلان, وعلان وعلان علان داك علان اللي كتعرفوه خصو حتى هو يكون في التجنيد يعني ولاد فلان وفلان وفلان كلشي يكون سواسيه دائما كنقولوا التجنيد يعني خصو يكون المساواة في هذه المسألة هذه كنشوفوا الرأي ديال الشارع شنو فيه ملي كتشوف مثلا الرأي ديال الشباب هو كيقول لك ورا التجنيد راه خصو يكون البنات ودراري يعني كلشي يكون سواسيه سواء كنتي فتاة أو فتاة راه خصك تمشي للتجنيد مزيان هذه المساله هذه يعني خص تكون المساواه في جوج ديال المسائل البنات والدراري كل شيء يمشي للتجنيد ايوا مي غادي يمشيو للتجنيد وفلان وعلانه شكون اللي غادي يبقى مقابلهم تما ودخلت عليكم من الله يعني مثلا هذاك السيد اللي كيفرق حتى هو الوريقات ولدو وصاحب ولدو والاخر اللي تيعرفو حتى ما غادي يمشيو للتجنيد ولا ما غاديش يمشيو اذا ايه مازال غادي نرجعوا نفس النقطه حنا دابا دي الفرق ديالنا هو ان الشباب دابا وعى كثار وكثار وعارف ماشي زعما ان نقولوا انه ماشي ماشي وطني اكثر من الناس اللي هما ديال شحال هذه دي الناس القدام اللي هما جدادنا اللي كانوا وطنيين وضحوا وصراحه بالغالي والنفيس غير دابا الفرق الاخرين كان عندهم الوطنيه اكثر ولكن ما كانوش ما نقولوش انه ما كانوش عايقين لان كتمشي كانت عندهم الغيره اكثر ديال دابا عندهم الغيره ولكن انهم فاهمين عارفين ما يمكنش انك دير الحليقة يعني هكا يعني عارف بان الى مشى للتجنيد مزيان ولكن راه خص كل شيء يمشي للتجنيد بما فيهم من اول من من قاعها الى اساسها يعني الكل خص يكون سواسية في القانون والقانون قال لك راه لا يحمي المغفلين هو تحاولوا ديروا معاهم شي حاجه وشوفوا شوفوا, شوفوا الدراري يعني مثلا هكا دير لهم الويفي تما في التجنيد ديروا لهم شي شنو خصهم الويفي من غير الويفي, الويفي خصهم في التجنيد يدير لهم الويفي يدير لهم المزائل فين فين ينشطوا مع راسهم ويعرف راسو راه مي غادي يخرج راه كاين شي حاجه اللي المهم الى هنا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته